يسعد صباحكم من جديد. ريهام جاهزة؟ جاهزة. نعمل تمارين؟ اوكي. هلا اللي ما عنده باند ممكن يمسك وان بليت او وان دامبلز بايده ويعمل نفس الحركات اللي راح نعملها احنا. تعطوا له ميوزك عشان نستغل الوقت. راح نوقف ب خطوة واسعة بين الرجلين. ممكن نفلت جهة واحدة اللي هي الجهة اللي جوا. من عند الركبة بنبلش نرفع الصدر ركب لبرا، نطلع لفوق نعمل قوس وبنرجع لمستوى الكتف. كمان مرة بنعيد لفوق. Great. ايدين مستقيمة، الكتاف راجع على ورا، صدر مرفوع. Great. نحاول نشفت وزننا من جهة لجهة على الرجلين. راح نحس في لود على الكوادروسبس وعلى الحوض. أهم شيء نخلي ركبنا بنفس اتجاه الأمشاط. Great. هلا حركة جديدة، راح نروح من زاوية لزاوية. ready go. بروح برجع عند الركبة، كمان شمال يمين شمال برجع عند الركبة. ممتاز. أهم شيء هون إذا يكون straight والروتيشن تيجي من الشست. ممتاز. go. بطني مشدود أكيد. هذه الحركات مكون عم نشغل عضلات الكور اللي هم الظهر، بطن، ايدين، كل شيء. هولد. هلا من هون بنروح نستخدم الباور. كت. بنعمل بوش من مستوى الركبة تقريبا لمستوى الاكتاف بزاوية 45. جريت. ستيب وايد، بحط وزن جسمي كامل على رجل اللي باخذ ستيب فيها. جريت. بحاول اسرع الحركة. الحوض بضل مستقيم ومواجه للسنتر. روتيشن بس بالكتاف عشان اتاكد ان الحوض مرفوع. هولد تشيك. جريت. ممتاز. نرجع نبلش الشقة الثانية نفس الشيء. بنوقف برجلنا الشمال اللي هي شمالكم يميننا. بجيب الهاندل اللي عند الركبة. نرجع حركة اسمها رينبو، كتافي لورا. تشست زب. هون برسم نص دائرة وبرجع ستريت. اجي نص دائرة وبرجع ستريت. رح نبلش نحس هون بعضلات الكتف اوريدي. شو ناصر، شو وضع الكتاف عندك؟ ممتاز. بطن مشدود، كتافي لورا، تشست اب مرفوع. ممتاز. بشد ايدي على الاخر، حركة تيجي من الاجرين. اخر مرة. هلا راح نسرع الحركة، نعمل 3 2 1 لتحت الركبة وبنرجع 3 2 1. عشان نتوازن على الارض نحاول نحس وزننا على كعاب رجلينا. great. كمان اربع مرات. up 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 and down. great. الايدين خليها مشدوده، راح نصير نحس بالتعب اكثر هلا بالكتاف وبالجذع. great. ننتقل حركة جديدة بشكل جاي على بعض. من هون بروح على الزاوية وبرجع. أهم إشي هون إذا يكونوا جد شرط مشدودين لأثبت هون، يس ما برفع على الآخر لعند الكتف أو أعلى شوي، وبس أرجع إجري متنينين زي كني عم بعمل سكوات. ممتاز. أب وبرجع بقوة زي كني عم بحاول أقطع الباند اللي بإيدي، يس أو إذا إحنا حاملين ويت عم نروح للزاوية. أول مرة، آخر مرة. هولد. ممتاز. كيوت. هلا بنمسك الباند بشكل مزدوج تقريبا، نخليه قريب من صدرنا. سكر رجلينا تحت الحوض. راح ناخذ خطوة على جنب وبننزل سكوات شوي شوي. جريت. نرجع للسنتر، ناخذ خطوة على الجهة الثانية، حوض لتحت لورا تقريبا أعلى شوي من مستوى الركبة. ركب لبرا، صدر مرفوع. هلا بنضيف انه بنرفع ايدينا لفوق. good. 1 2 down switch. الجهه الثانيه راح نصير نحس في لود اكبر على الكور بالاخص عضلات اسفل الظهر. great. هلا نفس الشيء بس نروح اسرع. ready. up and down. go. up and down. برفع وبنزل. up. great. الركب مفتوحين لبرا، بطن مشدود، البايسبس على مستوى الدينين، وداي لفوق ستريت. ممتاز. اخر مره. هولد. جريت. التراك الثاني راح ننام على ظهرنا، نستخدم وزن جسمنا لهلا.
ليتس جو. الركب تقريبا زاوية 90، ممكن نخليها على الأرض ممكن نرفعها. راح نعمل روتيشن 1 2، بنرجع. الخيار الأسهل طبعا إنه نخلي ركبنا مثنية. great rotation من هون بده يصير بالكتاف، يعني السنتر تبع تشيست هو اللي بدنا نحركه. 1 and 2. option أسهل كمان إنه ننزل رجل على الأرض ونعمل rotation، أو بنضل مادين رجلينا. great. هلا رح نروح لأسرع شوي مع rhythm، رح تكون 1 2 and hold. ready ناصر؟ yep. let's go. 1 2 hold. 1 2 I hold. أكيد زي ما حكى ناصر في عنا option نقدر نحط التوز على الأرض. yes. great. بحاول أطلع بكتافي مش بس برقبتي، والهدف إني أزف رح أوصل كتفي لعند ركبتي. that's it. good. نعمل حركة اسمها side plank. سيزر برجلينا، كوعنا بالضبط تحت كتافنا، نرفع جسمنا من الحوض. يا اما بنخلي ركبة على الارض يا اما بنخلي رجلين مستقيمة. بنجربها بالاوبشن السهل. راح نعمل روتيشن لتحت بايدنا تحت منطقة الصدر، بنلف على ركبنا ونرد نرجع كمان مرة لفوق. again down down up and up. اذا بنعملها بالادفانس اوبشن بنلف على امشاط وبنرجع كمان مرة على كعاب رجلين مع استقامة الجسم. حركة جديدة، بنروح pulses. 4 3 2 1. بلف full plank وبرجع برفع. ممتاز. كمان 4 3. جاي straight، الهبس لجوا، جسمي straight. سحبة واحدة. إذا عم بحس وجع بظهري بقدر أحط الركبة على الأرض. 4 3 2 1. بلف وبرجع بفتح. كمان مرة. جو. اختار الأوبشن اللي بريحني، يا مع التوز يا مع الركبة، ما في مشكلة، بس أهم إشي ما يكون في عندي وجع ظهر، عم نكون عم نشغل عضلات الأوبليكس. That's it. بنرجع هلأ لنفس التمرين، رجلين على الأرض أو مرفوعين. ready let's go. 1 2 up and down. twist وبرجع. زي ما حكينا الروتيشن بده يكون من الكتاف، بدي ألف تقريبا بزاوية 45 أو إني أحس الماكسيمم روتيشن تبعي في الحركة. نجرب الأدفانس أوبشن، بس بدي أتأكد بأنه أسفل الظهر كلوز على الأرض، ما في تقوس في أسفل الظهر. great. 1 and 2. twist back. حركة smooth شوي عشان نحس أكثر بالعضلات. great. easy. هلا rhythm رح نروح أسرع. 1 2 hold. أهم شيء هون بس عم بتني الركبة تضل فوق الهبس، ما أدخلها أكثر، والحركة تكون من الكتاف. أطلع أعلى. كمان 1 2. بطلع أب. شو وضع البطن عندك ناصر؟ يس. يو أوكي؟ جو. مفروض بلشنا نحس بعضلات البطن، عضلات الأوبليكس اللي هم الخواصر. That's it. great. نعمل سويتش هلا على الجهة الثانية. كوع نفس الشيء تحت الكتف، رجلينا مستقيمة أو الركبة اللي تحت على الأرض. أكيد من التمرين اللي قبله هلا حسينا عضلات البطن والخواصر، هلا بنكرر لتحت شوي شوي. نرجع كمان مرة، بنعمل روتيشن كامل، نعمل ريتش بإيدنا لفوق عشان نزيد صعوبة التمرين. داون داون، نطلع على الأرض، نرجع نطلع وضعية جانبية. ريتش. نزيد الكومبينيشن. 4 pulses. 4 3 2 1. بلف فول بلانك، كل جسمي بلف معي وبرجع بطلع. ممتاز. إذا بدنا نصعبها شوي نطلع على التوز. 2 3 4. بلف
وبرجع بفتح. اهم شيء هون جسمي يكون ستريت على الاخر، ما يكون الهبس راجع لورا. الجسم كله على مستوى واحد، بلف. ممتاز. That's it. Perfect. Stay. Good. آخر تكرار. انزل شوي شوي لتحت. نضل تحت. Relax. Stretch بسيط على عضلات الأبس. Breathe. نفس. نرفع. صدرنا لفوق ونرجع كتافنا لورا. Very good. Try pose خفيف. Relax لعضلات الظهر. رول ايدينا هيك بنكون انهينا تمارين اليوم. في شيء ثاني بتحب تضيفيه؟ لا شكرا كل سنه وانت سلمين. هيك كان تمارين اليوم. بنشوفكم ان شاء الله بتمارين ثانيه، نكمل باقي الفقرات. يعطيكم العافيه.